حياكم الله مشاهدينا الأعزاء وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم استديو الفجيرة، حيث نسعى دائما إلى تلبية تطلعات ورغبات جمهورنا عبر شاشة تلفزيون الفجيرة. وطبعا وكما عودناكم هناك الكثير في جعبتنا هذه الليلة، بالإضافة إلى تنوع فقراتنا، إذ نرصد لكم كل ما يجري في إمارة الفجيرة وما حولها، بالإضافة إلى كوكبة من الضيوف المتنوعين والمميزين من مختلف المجالات والاختصاصات. وكالعادة مشاهدين راح نبدأ فقراتنا لهذه الليلة مع أخبار دار السعادة، ومن بعدها بنروح وياكم لفقرة حديث الفجيرة وبنتعرف فيها على المؤتمر الطلابي 16 بجامعة العلوم والتقنية في الفجيرة. وفي فقرة متميزون بيكون ويانا إن شاء الله كاتبة مبدعة تشق طريقها في عالم الأدب. راح نكون دائما وأبدا مشاهدين الكرام في انتظار تفاعلاتكم وآرائكم في مواضيعنا المختلفة وفقراتنا المتنوعة، وذلك من خلال منصات وسائل التواصل الاجتماعي والخاصة بتلفزيون الفجيرة عبر هاشتاغ استديو الفجيرة. لكن الحين مشاهدينا خلنا نروح نتعرف وياكم على آخر المستجدات في فقرة دار السعادة. نعم مشاهدينا، نظم نادي الفجيرة العلمي مساء أمس ورشة بعنوان كيفية بناء الطائرات بدون طيار، وذلك في مقر النادي، حيث شهدت هذه الورشة مشاركة مميزة من المهتمين بقطاع الطائرات بدون طيار. تفاصيل أكثر عن هذه الورشة سنتعرف عليها مع ضيفنا عبر الهاتف مباشرة المهندس شريف حسين، وهو مشرف قسم الطيران وعلوم الفضاء في نادي الفجيرة العلمي. أهلا وسهلا فيك باش مهندس. مرحب مرحب. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحب. بداية أستاذ شريف، يا ريت لو تحدثنا عن مضمون ورشة كيفية بناء الطائرات بدون طيار. أحب أقول في الأول كده أن أول حاجة الطلاب لما حضروا عندي المجموعة اللي حضرت الورشة، نعم، كل اللي دخلوا عندي الورشة فلازم حتى لو فيهم حد عارف ان الطيارات بدون طيار ايه، او معلومة عن الطيارات، او عنده علم بالطيارات بدون طيار، فانا برضو لازم اقول له كل المعلومات اللي عندي اللي تخص الطيارات بدون طيار، بحيث اللي عارف يستفيد واللي مش عارف يستفيد برضو. مضمون الورشة كان تعرف على الطيارات وانواعها والقطع المستخدمة ودور كل جزء في الطيارة بدون طيار والفايدة منه. نعم. طيب من هي الفئة المستهدفة؟ أنت ذكرت قبل قليل طلاب. طيب الفئة المستهدفة أعمارهم؟ يعني إحنا مثلا لو نقول إن المجال ده الطلاب بتدي الطلاب اللي هي عايزة تتثقف فيه والهواية، يعني في جزء من الناس بيحب الهوايات في الطيارات بدون طيار، تمام؟ خلينا نقول في طيارات اللي هي الفيكسد وينج، الطيارات الجيت بأنواعها، يعني في طيارات كتير، تمام؟ ففي فئة من الهاويين ما لهمش عمر، الهاوي ما لهوش عمر محدد، تمام؟ صحيح. حلو. ممكن يبقى واحد هاوي عنده 13 سنة، وممكن يبقى واحد هاوي عنده 50 سنة 70 سنة 30 سنة، ملوش عمر محدد الهاوي، تمام؟ بس احنا كنا بنقول طلاب وفوكس على الطلاب، لان دي حاجة هتفيده وهتنفعه في دراسته، هتخليه كويس جدا يعني في موضوع الطيارات بدون طيار. نبدأ من عمر 13 سنة لانه مستقبل، يعني بيستقبل المعلومات بسرعة وكل حاجة بيدركها كويس. نعم. طيب استاذ شريف، بلا شك انتم نظمتوا هذه الورشة وكانت لكم اهداف، ما في شك يعني، فياريت نسلط الضوء شوي على هذه الأهداف. الأهداف بنقول إن احنا زودنا الطلاب طبعا المشاركين أو الشخص الطالب أو المشارك بمعلومات عن الطيارة بدون طيار، يعني الـ كل قطعة بتعمل إيه في الطيارة بدون طيار، وظيفتها إيه، الفايدة منها، لو حب إن هو يعمل طيارة مع نفسه يجرب يعملها، يشتري المكونات، القطعة اللي يشتريها صح، يختار المكونات ازاي، الاغراض دي يختارها ازاي، يعني كل قطعه في الطياره يعني عرفها دي بتعمل ايه بالظبط، بحيث ان هو لما بيراجع مع نفسه او عايز يبتكر شيء في الطيارات بدون طيار او كده بيبقى عارف كل قطعه بتعمل ايه. نعم. طيب هل لقيتم تجاوب وتفاعل من الحضور حول موضوع هذه الورشه؟ طبعا كان كل واحد حاضر في الورشه كان طالب او كان شخص عادي من الناس المشاركين في الورشه، سألني كل واحد، سألني مش لا يقل عن حوالي 7-8 أسئلة كل واحد فيهم، ده بعد المحاضرة ما خلصت طبعا، غير الأسئلة اللي كانت في المحاضرة، أسئلة كتير بقى، يعني الجزء ده بيعمل إيه والجزء ده بيعمل إيه، طبعا
قبل كده انا طرحت عليهم اسئله في نص الورشه، يعني بعمل الورشه وفي نصها بيبقى في اسئله والنص اللي بعده في اسئله، وفي الاخر بقى انا تلقيت منهم اسئله ليا، يعني كل واحد عنده حاجه عايز يقولها يقولها لي، يعني بخصوص الطيارات دون طيار، دي بتعمل ايه ودي بتعمل ايه ودي بتعمل، الجزء ده وظيفته ايه والجزء ده وظيفته ايه، بحيث ان الطلاب اللي دخلت عندي او المشاركين اللي دخلوا عندي في الورشه يبقى عارفين ان هم استفادوا بايه، يعني ما دخلوش كده وطلعوا وخلاص، لا الناس دخلت عندي استفادت فعلا بالورشه. نعم، يعطيكم العافية على كل الجهود اللي تقدمونها في هذه الورشة. المهندس شريف حسين، مشرف قسم الطيران وعلوم الفضاء في نادي الفجيرة العلمي، شكرا جزيلا لك أستاذ. أشكرك. حياك الله، موفقين. نعم مشاهدينا، ومن الفضاء إلى المسرح، حيث انطلقت أمس الدورة 12 لمهرجان الفجيرة للمسرح المدرسي، والذي تنظمه هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بمقر فرع الهيئة بدبا الفجيرة، وذلك من تاريخ 6 إلى 9 مايو الجاري، حيث سيقدم مهرجان الفجيرة للمسرح المدرسي في دورته 12 14 عرضا مسرحيا من مدارس مختلفة في إمارة الفجيرة. تفاصيل أكثر في هذا التقرير فلنتابع معا. مهرجان المسرح المدرسي مهرجان مهم جدا، مهرجان يعني هو اللي بالنسبة لي ورأيي الشخصي من أهم المهرجانات، لأن إحنا طلعنا من هذا المهرجان قبل تقريبا 16 سنة، أذكر مثلت بالدورة الأولى في مهرجان الفجيرة المسرح المدرسي، اليوم الدورة 12 وتوقف هذا تقريبا المهرجان 3 سنوات، فمهرجان مهم هي بداية أو انطلاقة أي إنسان يعشق المسرح ومهتم في عالم المسرح ويريد أن يصبح فنان من هذا المهرجان. ماذا تعلمين أن هذا خطر عليك خلال التحديات؟ يا رئيس اللجنة، كل مهارات الآن وإحنا لدينا حلول كثيرة لتحقيق هذا سعيدة بمشاركتي في مهرجان الفجيرة للمسرح المدرسي. قدمنا مسرحية التحدي والطموح، كانت المسرحية تتحدث عن مشاركة طالبة مقعدة في تحديات، والحمد لله رغم التحديات اللي واجهتها والصعاب قدرت الطالبة أو الفتاة المقعدة أنها توصل لتحقيق حلمها في النهاية، وإن شاء الله يكون العمل نال إعجابكم. نعم مشاهدينا، أهلا بكم من جديد. أسدل الستار يوم الأحد الماضي على فعاليات النسخة 6 لبطولة حجاج لكرة القدم 2024، والتي أقيمت تحت رعاية الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في إمارة عجمان. وتعتبر مشاهدينا الكرام هذه البطولة من البطولات التي تحظى بتفاعل كبير من الجمهور داخل الدولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها أكيد. وللحديث عن هذه البطولة معنا عبر الهاتف مباشرة الأستاذ خالد ضيف الله، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة حجاج لكرة القدم 2024. أهلا وسهلا فيك أستاذ خالد. يا مرحبا، الله يحييك ويسلمك ومسي عليك بالخير وعلى بالنور. جميع المشاهدين والمستمعين يا رب العالمين. بالنور والسرور، يا مرحبا بك طبعا في برنامج استديو الفجيرة. في البداية أستاذ خالد، يا ريت تخبرنا كيف كانت أجواء منافسات بطولة حجاج لكرة القدم النسخة 6 2024. أولا نتقدم بجزيل الشكر والتقدير إليكم على هذه الفرصة الجميلة. الله يسلمك. المجال ان احنا نتكلم عن بطولة حجاج لكرة القدم في نسختها 6 من العام 2024.
أولا نتقدم برسالة شكر وعرفان لدولتنا الحبيبة دولة الإمارات العربية المتحدة عامة وإمارة عجمان خاصة التي احتضنت هذه البطولة منذ انطلاقتها في العام 2015 بنسختها الأولى، وقد تم تسهيل جميع الإجراءات من قبل حكومة عجمان ممثلة برعاية شيوخ الأكارم وكذلك الشخصيات الاجتماعية والشخصيات الرفيعة، وكذلك حكومة عجمان ممثلة في القيادة العامة لشرطة دبي في توفير الأمان والإسعافات لنقل أي مصاب في البطولة. بطولة حجاج لكرة القدم ها هي الآن وصلت ولله الحمد في نسختها السادسة، توقفت في 2020 نظرا لجائحة كورونا، ولكنها عادت بإذن الله وبحمد الله وشكره في العام 2024 بداية وما تقول انطلاقة مرة ثانية قوية لتواكب العشاق الكرة الرياضية. نعم نعم أستاذ خالد، خلنا نتكلم عن هذه الانطلاقة اللي أنت ذكرتها، والسؤال هني شو اللي يميز هذه النسخة عن النسخة السابقة؟ النسخة هذه تميزت بأشياء كثيرة، نعم، رغم أنها كانت نسخة مختصرة أو مستعجلة بعد توقف، إلا أنها تميزت. كانت النسخ السابقة تقام على عاتق رعاة للبطولة محددين، فكان فيها الذهبي والفضي والبرونزي، فكان هناك يعني التشوق إلى بقية الأفراد المجتمع والرياضي أنهم يشاركوا في هذه البطولة. فهذه النسخة فتحنا المجال إلى جميع الشرائح لرعايتها والمساهمة في إنجاحها، فهناك الشركات الخاصة وهناك المساهمين الأشخاص الذي ساهموا، فأصبحت البطولة ولله الحمد ترعى نفسها من قبل الأبناء الشباب الكبار الصغار، فصارت بدون حمل وعبء على أي جهة أو على أي أشخاص، فتميزت تميز جميل ولاقت يعني نجاح وترويج كبير من شركات في الدولة معتمدة. بالتالي استاذ خالد، بالتالي حقيقة التفاعل الكبير اللي نشوفه واللي تحصده هذه البطولة أكيد وراه سر، والسر هذا ممكن تخبرنا إياه أنت. نعم، التفاعل الذي لاقته البطولة، نعم، بطولة حجاج لكرة القدم بالذات في نسختها هذه السادسة، لأنها تضم أعمار شبابية مختلفة في الدولة، أصبح فيها لاعبين مميزين تم انضمامهم والتحاقهم ببعض النوادي، فأصبح التشوق للشباب إلى الانضمام إلى هذه البطولة التي قامت تخرج وانطلاقها للشباب إلى النوادي الكبيرة في الدولة. هذا أكبر سر إلى أن البطولة مثل ما تقول لها صار رواج عبر قنوات التواصل الاجتماعي، عبر الصحف، عبر المجلات، فأصبحت تلاقي الجميع، صارت يعني قريبة من الشباب الكبار والصغار، حتى على مستوى الأهالي، على مستوى خارج الدولة، على مستوى الدولة، أصبحت تتناقل بصورة يعني ولله الحمد جميلة. كذلك تم تشكيل إعلاميين من الشباب، من شباب البطولة، نعم، الشباب يعني هواه لنقل البطولة إلى عبر قنوات التواصل الاجتماعي، وكذلك سحوبات يومية للجماهير الحاضرة، من سحوبات للجماهير المتابعة عبر التوقع الصحيح، جوائز تميزت. لا لا حقيقة وصلتنا الأخبار عن هذه البطولة، حقيقة لاقت صدى كبير وواسع من قبل الناس المشاركين، ما في شك، لكن يقولون من لا يشكر الناس لا يشكر الله، وهني أنا أتكلم عن الرعاة ودورهم حقيقة ومساهماتهم الكبيرة واللي ساعدت في نجاح هذه البطولة. لا بد أن احنا نسلط الضوء عليهم وعلى أبرزهم، خلنا نقول الله. هذا سؤال مهم، وكذلك يعني أشكركم مرة ثانية لإتاحة الفرصة. فعلا هناك البطولة لاقت الإقبال الكبير، وأي شيء يلاقي نجاح وإقبال كبير ما يجي من فراغ، لابد يكون وراء سر من ما أنت تفضلت. النجاح المطلوب كان هناك في الشركات تسعى للترويج لها، وفي شركات تسعى للدعم الشباب المواطن والمقيم في هذه الدولة، فالشيء اللي حفزنا وشجع في المشاركين والداعمين والمساهمين لهذه البطولة أنها أعطت كل ذي حق حقه. أبرز الداعمين لهذه البطولة منذ الانطلاقة كان على رأسهم السيد جار الله الحجاجي، كذلك السيد عبد السلام عوسان،
كذلك السيد أحمد العجي، كذلك السيد محمد موسى المساعدي، كذلك السيد فرحان حميسان، السيد نبيل أبو حمرة، وكذلك السيد مهند الشيبة، وكذلك المريسي للصرافة. هؤلاء كان لهم دور كبير في إقامة البطولة واستمراريتها، كان لهم دعم يعني مادي ومعنوي وتواجد. طبعا هم من رجال الأعمال والتجار ولهم شركات، ولكن مثل ما أنا تفضل في بداية الحديث أنه فتحنا المجال بحيث أنهم ما تستفر عليهم، خلاص أنت نقول لهم كثر الله خيركم، أسستوا وأقمتوها واستمرت، الآن نعطي المجال للشركات، نعطي المجال للمساهمين الشباب. أصبح التنافس من الشباب نفسهم أنهم يبغوا يرعوا يشاركوا البطولة، يشاركوا كل واحد حسب ما يعني يستطيع فيه. هناك مثلا شركات ساهمت معنا مثل لندن ديري، هذه الآيس كريم اللي كان لها مكانة وترويج قوي للشباب للأطفال لحضورهم، ما شاء الله يعني مثل ما تقول أغرقت المدرجات بالآيس كريم، لندن ديري معروف. كذلك يعني العطور، عندنا شركة المشاهير للعطور من أفخر العطور، ما شاء الله كل واحد يروح يما بالهدية للأهل، يروح متعطر إلا متعطر، أو أنه يعني من الوجبات المميزة. هناك مطاعم مثل مطعم مندي الضيافة عندنا، يعني يحضر يستمتع بالمباريات ويأخذ له جوائز وهدايا ووجبات أيضا، يعني بطولة أحسن من هذا التنظيم وين تلاقي؟ يعني صراحة يعني نحن شاكرين لكم حقيقة على هذه الجهود اللي قدمتوها والتنظيم الأكثر من رائع في هذه البطولة. الأستاذ خالد ضيف الله صالح، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة حجاج لكرة القدم 2024، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة أستاذ خالد، شكرا. أعطيكم العافية وشكرا لكم لإتاحة الفرصة لنا، وإن شاء الله لنا لقاء آخر بإذن الله. الله يحفظك، يا مرحبا يا مرحبا. نعم مشاهدينا الكرام، اختتمت فعاليات كرفان دبي للرياضات الأولمبية البحرية الحديثة، والذي نظمه بنجاح نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في واجهة جزر دبي البحرية على مدار يومين، وبمشاركة ما يزيد عن 100 متسابق ومتسابقة تنافسوا على ألقاب سباقي دبي للتجديف والشراع الحديث. وقد خطف أبطالنا في المنتخبات الوطنية من ممثلي الأندية وفرق الأكاديميات الرياضية المتخصصة الأضواء في سباق دبي للشراعية الحديثة الجولة الثالثة من بطولة بطل الإمارات 2024، والتي أقيمت بإشراف اتحاد الإمارات للشراع والتجديف. مشاهدينا تابعوا معنا هذا التقرير لنتعرف معكم على تفاصيل هذا الكرفان. حضرون معنا ختام بطولة الإمارات للشراع في نهاية هذا الموسم في إمارة دبي، وفي هذا المحفل الجميل في احتضان شركة نخيل لهذا الحدث. هذه من منظومة ومن فعاليات مجدولة في أجندة نادي دبي تحت مظلة اتحاد الإمارات للشراع والتجديف. فيها كثير من المعاني وفيها كثير من العبر. أولا وجود فعاليات رياضية أولمبية تدفع وتنشئ الكوادر الوطنية المستقبلية اللي بترفع رايات علم الإمارات في محافل دولية إن شاء الله. من هذه المحافل اليوم نشوف كمية جدا جميلة من الشباب الواعدين ومن الأندية المشاركة من دولة الإمارات في هذا الحدث. نبارك لكل من ساهم، ونبارك لكل من شارك في هذه البطولة ودعمنا دعم إن كان معنوي أو إن كان حضوريا. النجاح هذا كله راجع إلى الاتحاد ودعم الاتحاد للفعاليات الرياضية هاي برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان النهيان الله يحفظه، وكذلك مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية برئاسة سعادة أحمد بن مسحار. الألعاب الأولمبية دائما هي في أولويات أجندة نادي دبي. Thank you.
مستمرين مع هذه البطولة مشاهدينا الكرام، وتفاصيل أكثر سيوافينا بها ضيفنا عبر الهاتف مباشرة الأستاذ محمد سيف المري، وهو مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد. أهلا وسهلا فيك يا مرحبا بك. حقيقة فكرة رائعة أن يتجمع محبي الرياضات الأولمبية البحرية في مهرجان واحد وفيه أكثر من سباق، حدثنا عن ذلك وعن النجاح أيضا الذي صادف هذه الفعاليات. أولا مشكورين على اهتمامكم بمتابعة أنشطتنا الرياضية في الدولة. تقريبا نحن حبينا نجمع ما بين سباقين مختلفات من الساقات الأولمبية، اللي هو واحد الشراع الحديث، الجولة الثالثة للشراع الحديث، والجولة الرابعة للتجديف الحديث. نعم. فكان تقريبا ما شاء الله سباق جميل وفي منافسة قوية ما شاء الله ما بين المتسابقين. نعم أستاذ محمد، للأمانة اللي يعني أكثر ما لفت الانتباه أنه كان هناك مشاركة تقريبا 100 رياضي ورياضية في هذا الحدث من الدولة ومن المقيمين ومن دول مجلس التعاون الخليجي أيضا. حدثنا أكثر عن حجم هذه المشاركة وحجم تنوعها أيضا. أكيد ما شاء الله، يعني خاصة السباقات الأولمبية هاي دائما تشوف العنصر النسائي فيها بكثرة، يعني وحتى كان طاقم تحكيمي مشارك في البطولة اللي هي بطولة الشراع، طاقم تقريبا نسائي إماراتي لأول مرة يشاركون في تنظيم السباق. ما شاء الله يعني المنافسة فعلا يعني متنوعة ومن عدة دول، وهذا اللي يعطيه طابع تنافسي كبير للبطولة. نعم ما في شك، أكيد نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ما قصر حقيقة في التنظيم أو تنظيم هذه الفعاليات، حيث كانت أيضا هناك فعاليات في مصاحبة لهذا الكرنفال، لكرنفال دبي للرياضات الأولمبية البحرية، وياريت نسلط الضوء عليها أستاذ محمد أكثر. أكيد نحن تقريبا سعيا لإنشاء أكاديمية بحرية للأجيال القادمة، تقريبا حطينا برنامج في النادي أن يكون تدريب الأطفال على السيلينج، فهذا الشيء ما شاء الله يعني حصل إقبال كبير وعوائل كثيرة جابت أبنائهم للحدث هذا، وما قصروا أخواننا في نخيل تقريبا ما شاء الله عليهم، يعني موقع جميل اللي احنا نسوي فيه هاي السباقات الجميلة، فإن شاء الله نتمنى في المستقبل أنه يزيد عدد المتسابقين في كل فئة، وهذه مثل ما تكون ألعاب أولمبية، الألعاب الأولمبية يعني هي من أهم الميداليات تقريبا الواحد اللي يشرف أن يحصلها. نعم يعطيكم العافية أكيد، وحقيقة أيضا هناك اختيار مميز وعبقري حقيقة بالخروج إلى المسطحات المائية والواجهات البحرية الجاذبة في إمارة دبي مثل جزر دبي. شو الانطباع اللي تركه هذا المكان؟ أكيد نحن نشوف نحن السياحة البحرية وايد مهمة في الدولة، أن نحن دائما يعني نتواجد في أماكن تقريبا نبرزها للجمهور ونبرزها للسواح ونبرزها للأشخاص اللي مثلا ما شافوها، فاللهم لك الحمد يعني المكان هذا مكان جدا جميل، اللي يقولون نحن وين ما نعرف عن هالمكان يعني، فيتفاجئون بالمكان الجميل هذا اللي موجود على شواطئ دبي. نعم أكيد، يعطيكم العافية على كل الجهود التي قدمتمها في هذا في هذين السباقين. أكيد الأستاذ محمد سيف المري مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، شكرا جزيلا لك سيدي الفاضل على هذه المداخلة. شكرا لكم أنتم مرة ثانية ومشكورين على جهودكم الجبارة. واجبنا، الله يسلمك. الله يحفظك يا مرحبا. حياك الله. نعم مشاهدينا الكرام، ولازلنا في دبي حيث تم قمة دبي للتكنولوجيا المالية، الشركات الناشئة والمستثمرين وقادة الصناعة، منصة للتواصل
من أجل الاستفادة من سوق التكنولوجيا المالية النامي في المنطقة وخارجها. كما جرى خلال القمة بحث آخر الابتكارات والتحديات التي يشهدها القطاع واستعراض ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة. تفاصيل أكثر سنتعرف عليها معكم في سياق التقرير التالي، فالمتابعة. DIFC أنجزت مكانة ضخمة جدا في عالم، بالذات في التكنولوجيا المالية، سواء من خلال تشريعات أو من خلال المقنن الموجود أو من خلال بناء يعني هب كامل حتى يقدر الناس يجوا يتعاملوا في المنطقة. واليوم زي ما عم نشوف موجود هنا عندك أحسن تالنت من كل مكان وكل الناس موجودين من كل مكان، فمن المهم نكون موجودين نقدر نشوف إيش عم بيصير في السوق وشو التطورات اللي عم بتصير في السوق، ونقدر نورجي السوق أيضا شو إحنا عم بيصير معنا جديد وشو عم نعرض. احنا اليوم اعلنا عن بومباي وهي تكنولوجيا الدفع عن طريق كف اليد. مبسوطين على هذا الاعلان، مبسوطين على هذا الانجاز، لانه هي اول براءة اختراع لشركة من المنطقة في هذا المجال، وبنتوقع ان نشوف لها استخدام ضخم جدا ان شاء الله في الايام القادمة. طبعا هذه الحدث هو من اكبر الاحداث اللي بتصير في اماره دبي، ورحنا طبعا بنشكر اداره دبي فينتك سمت على توفير الفرصه للشركات الناشئه والشركات الانترناشونال لتشارك باكبر حدث بخص الفينتك واللي هي الخدمات الماليه والتكنولوجيا الماليه. وهذا الحدث متخصص في مجال التكنولوجيا الماليه وتوفير السولوشنز اللي هي سواء انت عندك شركه تبغى تفتح حسابات بشكل سريع، تبغى نوفر لك اجهزه اللي هي الهاردوير مثل الفيس بيمنت، مثل الهاند بيمنت، حتى اذا تبغى تاخذ اونلاين بيمنت بشكل سريع. فمعظم الشركات المشاركه بتقدم هذه الخدمات، وهذا الحدث ساعد هذا النوع من الشركات لانه يعملوا لونش لخدمات جديده. في بعض الشركات اليوم افتتحوا خدمات جديدة بالنسبة للبيمنت، مثلاً الفيس بيمنت اللي هي مثل ما بنعرف احنا في دبي لما تجي من المطار بتدخل المطار من خلال بصمة الوجه، واليوم بلشت بعض الشركات يقدموا هذه الخدمة للشركات الناشئة والشركات اللي عندها أي خدمات بتوفرها ومحتاجة لبوابات دفع. أننا نقدم أنواع وكثيرة من حلول التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لإدارة المخاطر لمجال المالية، وبالإضافة إلى ذلك كما تشوف عندنا Precision Marketing Solutions يعني تسويق بشكل ذكاء. مثلاً هذا يعني أواتر GPT من أهم يعني منتجات قادمة في هذه السنة، وهذه الأواتر GPT يقدر أن يتكلم مع أي يعني شخص بشكل سهولة وبشكل طبيعي، كما يعني يجيب سؤالك كشخص حقيقي. نعم مشاهدينا الكرام، لازلنا مستمرين ومع باقي فقرات برنامج استديو الفجيرة، ولكن بعد هذا الفاصل انتظرونا. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا من جديد، ولازلنا مستمرين معكم ومع فقراتنا المنوعة من برنامجكم أكيد استديو الفجيرة. الآن حان موعد فقرة متميز. مشاهدينا الكرام، في عالم الأدب المعاصر برزت شخصية
كاتبة موهوبة كواحدة من أبرز الأصوات التي تجسد قوة الإبداع والتعبير الأدبي عن تجارب الحياة ومشاعر الإنسان. استطاعت بأسلوبها الساحر وقلمها الراقي أن تحجز مكانا لها بين أبناء جيلها من الأدباء، وتركت بصمتها في أذهان كل من قرأ كتاباتها، كما أثبتت أن المرأة الكاتبة قادرة على إبهار العالم بقدراتها الإبداعية والأدبية. رحبوا معنا بالكاتبة ضيف الشراري. أستاذ ضيف، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك أستاذ علي، يشرفني تواجدي اليوم معاكم في هذا البرنامج حسن. وأشكركم على استضافتي أيضا. العفو، نحن متشرفين بهذه الاستضافة أكيد. أستاذ ضيف، أول إصدار لك متى كان؟ أول إصدار لي صدر في معرض الشارقة للكتاب سنة 2023، وبرأيي كانت أول تجربة أدبية، وأول تجربة أدبية كانت بمثابة الغوص في البحر لأول مرة. أنت مدرك للوجهة اللي أنت قاعد تمشي لها وقاعد تساير لها أو المكان، لكنك غير مدرك للتجربة هذه أو مكنوناتها أو الأشياء اللي بتستفيدها من خلال هذه التجربة. لكني ولله الحمد طلعت بتجربة ثرية جدا ولآل ومعارف عميقة جدا خلال هذا المعرض، أول معرض لي. ما شاء الله عليك. طيب الكتاب أتوقع اسمه نتوء. نعم. نعم. هذا أول إصدار لك. نعم. طيب نعم. يعني سبب اختيارك لهذا لمسمى هذا الكتاب، وعطينا أيضا تفاصيل هذا الكتاب. إن شاء الله. نتوء هي كلمة جمع لكلمة نتأة، ونتأة تعني البروز أو الندوب. فجميعنا نحن كل إنسان في هذه الحياة لديه بعض النتوء التي أصابته نتيجة لعدة مواقف، فكل شخص يحتاج أن يعالج هذه النتوء ويداويها. فأتت قصائد هذا الكتاب لتداوي هذا النتوء وتمسح عليها، وفي نفس الوقت تكون مرهم لهذه النتوء وتواسيها. طيب لو قلت لك كيف توصفين ردود الأفعال على هذا الكتاب بما أنه أول إصدار لك؟ ردود الفعل تجاه إصداري الأول نتوء، ردود فعل كانت إيجابية جداً، من ناحية التعليقات، من ناحية القراء، الجميع أبدى ردود فعل إيجابية، الشيء اللي أثبت لي بأني استطعت بإيصال فكرتي ومشاعري وأفكاري وأيضاً هدفي لقلوب القراء. يعني الجميع كان يثني، والجميع كان يخبرني بشكل أو بآخر بأن هذا الإصدار لامسهم، هذا الإصدار قدر يوصل لقلوبهم، يشرح قصتهم أو فكرتهم. هذا هو إصدار الوحيد لك؟ نعم، هذا إصداري الوحيد. طيب. للأمانة ومن خلال خبرتي المتواضعة، لباقة حديثك بسم الله تبارك الرحمن ما أدري تبين لي أنك أنت تملكين هذه الموهبة من فترة طويلة، ولكن لم تقدمي على هذه الخطوة وهي خطوة الكتابة إلا قريبا. في حقيقة الأمر موهبة الكتابة موجودة في جميع مراحل حياتي، لكنها ارتبطت ارتباط وثيق بالإلقاء، وأعتقد هذا الأمر الذي ساعد في أني أكون متحدثة وفي نفس الوقت كاتبة. وأخر أيضا الكتابة. الكتابة ارتبطت أيضا من البداية، لكني بدأت ألاحظ أنني أستطيع الكتابة خلال فترة الإعدادية بشكل أعمق، وخلال السنوات الأخيرة أو 3 سنوات الأخيرة لاحظت أن لدي قلم متمكن. ففي نهاية هذه الملاحظة ودت بأن أطلع بهذا الإصدار وهو نتوء. طيب ما شاء الله أنت تحرصين دوما على المشاركة في معارض الكتاب في دولة الإمارات بشكل عام، حدثينا عن مشاركتك الأخيرة لمعرض أبوظبي الدولي المؤخر. نعم، بخصوص مشاركتي في معرض أبوظبي الدولي للكتاب مؤخرا، أعتبرها من أثرى وأجمل التجارب، لأني في هذا المحفل استفدت من عدة جوانب. هذا المكان يتواجد فيه جمع من الأعلام والأدباء في شتى المجالات، ويعتبر فرصة ثمينة لكل كاتب أو قارئ أو أي شخص عنده موهبة يحتاج أن يشاركها ويوضحها ويظهرها للجميع. فكانت مشاركتي في معرض أبوظبي فرصة جميلة جدا للتعرف على العديد من الأسماء الأعلام في الدولة، وفي نفس الوقت مخاطبة العديد من العقول والأفكار من مختلف الأعمار. صحيح، أغلب الكتاب، وما أقدر أقول أغلبهم، يعني في بعض منهم، لأن البعض الآخر يزعل إذا تقول له كذي، أن يكون لهم يعني شخص قدوة، كاتب ملهم بالنسبة له، يعتبر ملهم بالنسبة له، وفي كتاب يقول لك لا أنا لي طريقتي الخاصة، لم أستلهم أحدا، أنا بدأت كتابتي، بدأت كذا. وفي ناس لا لهم يعني قدوة في كتابة النصوص والكتب، يعني من هو قدوتك؟
في حقيقة الأمر أنا لما بدأت الكتابة ما كنت أتبع نهج أحد أو يكون لي قدوة محددة، لكن في الآونة الأخيرة بدأت ألاحظ أني أنغمس انغماس كبير في قصائد فاروق جويدة ونفس الوقت روضة الحاج، ولاحظت أني أحاول أيضا تبني أقلامهم ومحاولة تجسيد أفكارهم وطرق كتابتهم في كتاباتي. السلام عليك. إذا سألتك أين تطمح طيف الوصول في عالم الكتابة والقصيد خلينا نقول حتى؟ في حقيقة الأمر أطمح لأن أكون أيضا جزء من أعلام الكتاب في هذا التاريخ، وأن يكون لي اسم راسخ بين شعراء وكتباء العصر الحديث، وأن تصل كلماتي وإصداراتي وكتبي جميعها لشتى الأشخاص وشتى المجالات، وأن يكون لي ذكر مستمر ودائم، وأن أكون قدوة ونهج كما في قدوة ونهج آخرين بالنسبة لي، أن أكون أنا هذا الشخص لأشخاص آخرين بإذن الله تعالى. بإذن الله. بإذن الله تعالى. طيب شو اللي يميز أسلوب طيف في الكتابة؟ في حقيقة الأمر اللي يميز أسلوبي الكتابي هو قدرتي على تجسيد الأشياء اللي نحن نعيشها في عصرنا هذا أو في يومنا هذا بطريقة كتابية إبداعية وفي نفس الوقت موجزة، بحيث أني أوصف الأمر بدقة لكنها بكلمات بليغة جدا تلامس القارئ في نفس الوقت. وأيضا ألاحظ أو في معظم كتاباتي ألاحظ أن الأشخاص الذين يقرؤون لي بالتأكيد سيكون لديهم ثراء لغوي، لأني أستخدم بعض المفردات اللغوية اللي يحتاجها الإنسان عشان يكون أيضا قارئ له لديه يعني فطنة ويكون نابغ في فهم الكلمات والمفردات، مش مجرد كتابي وإصداراتي، في إصدارات أخرى أيضا بإذن الله. هل تحضرين طيف بعمل أدبي جديد إن شاء الله في القريب العاجل؟ في حقيقة الأمر أو برأيي أنا أو من منظوري أن الأعمال الأدبية تحتاج إلى فترتها الكافية للكتابة وفترتها الكافية أيضاً للانتشار من معرض إلى آخر والانتقال من قارئ إلى آخر. فإذا رأيت بأن كلماتي اللي أشتغل عليها حالياً مستعدة للظهور أمام الملأ فبإذن الله أنا مستعدة أيضاً للظهور بإصدار جديد للقراء، أما إذا رأيت بأن كلماتي تحتاج إلى وقت أكثر فبإذن الله راح أمنحها هذا الوقت حتى أكون مستعدة تماماً للظهور بإصدار أفضل بمراحل من نتوء بإذن الله. يعني أفهم طيف أنك أنت ضد الإصدارات المتتالية؟ أنا لست ضد، لكن أنا مع إتقان إصدار تلو الآخر. من الممكن في أشخاص لديهم المهارة في أنهم يتقنون إصدار في شهر، لكن الناس تحتاج إلى سنوات لإتقان إصدار واحد. فيعتبر على فيعتمد عفوا على المهارة والإتقان. يعطيك العافية الكاتبة طيف الشراري، شكرا جزيلا على تلبيه الدعوه وتواجدت معنا هنا. العفو، انا سعيد جدا بتواجد حقيقه. انا اللي سعيده ايضا بتواجدي في هذا المكان، والشكر جزيل للجميع القائمين على هذا البرنامج. موفقه ان شاء الله اجمعين. تسلم. الله يسلمك. مشاهدينا فاصل قصير وسنعود اليكم، انتظروا. حياكم الله من جديد مشاهدينا، ما زلنا مكملين وياكم باقي فقرات برنامج استوديو الفجيرة، والحين بننتقل وياكم مشاهدينا لفقرة حديث الفجيرة. مشاهدينا الكرام، دائما ما تتميز جامعة العلوم والتقنية في الفجيرة بدعمها للطلاب، حيث حرصت الجامعة على إقامة المؤتمر العلمي الطلابي 16 تحت شعار تحطيم الحواجز لاستكشاف البحث الابتكاري، والذي عقد على مدار يومين، تم من خلاله عرض المشاريع المشاركة في هذا المؤتمر وتقييمها أيضا. تفاصيل أكثر سنتعرف عليها مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور محمد حسن صلاحات، وهو أستاذ مساعد في كلية الهندسة والتكنولوجيا تخصص تكنولوجيا المعلومات في جامعة العلوم والتقنية في الفجيرة، ولكن بعد مشاهدة هذا التقرير فلنتابع.
تأتي مشاركة كلية الإنسانيات والعلوم في من ضمن الأقسام التابعة للكلية، وهو قسم علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية وقسم علم النفس وقسم الدراسات العامة في المؤتمر العلمي الطلابي 16. وحقيقة أنه شرعت الجامعة في كل سنة لإجراء هذا المؤتمر الطلابي، وذلك لإظهار الإبداعات والأبحاث العلمية للطلبة التي هي حقيقة تبرز سياسة ورؤية الجامعة في التقدم في البحث العلمي على جميع الأصعدة، سواء على مستوى أعضاء التدريس أو على مستوى الطلبة. نحن الآن في إطار المؤتمر السنوي لكلية القانون وأيضا للجامعة بشكل عام، في نطاق يعني نشاطات الجامعة في مجال تطوير البحث العلمي. وطبعا الجامعة يعني دائما تضع هذه المسائل في أولى اهتماماتها وتنشط الحركة العلمية من خلال مشاركة الطلاب في الأبحاث في مختلف التخصصات. الكليات كلها تشارك في إطار هذا المؤتمر، وكلية القانون أيضا كان لها مشاركة فاعلة في هذا العام، حيث تنوعت البحوث في مختلف التخصصات. لدينا طبعا أبحاث في نطاق القانون الجنائي في موضوعات حديثة وجديدة، في نطاق الذكاء الاصطناعي، في نطاق الجرائم الإلكترونية، ولدينا أيضا أبحاث أخرى في نطاق الأحوال الشخصية وأيضا في نطاق القانون المدني. نعم مشاهدينا الكرام، رحبوا معي بالدكتور محمد حسن صلاحات، أستاذ مساعد في كلية الهندسة والتكنولوجيا، تخصص تكنولوجيا المعلومات في جامعة العلوم والتقنية في الفجيرة. أهلا وسهلا فيك دكتور في استديو الفجيرة. أهلا وسهلا بكم جميعا، وأنا مسرور جدا بوجودي معكم هذا اليوم. الله يسلمك. بإجراء هذا اللقاء لاستعراض المؤتمر طلاب العلمي 16. شكرا لك. نعم. وللحديث أيضا عن هذا المؤتمر العلمي الطلاب 16 اللي نظمتها الجامعة طبعا، فياريت نتحدث شوي عن هذا الجانب تحديدا. الحقيقة هذا المؤتمر هو مؤتمر سنوي، ودأبت الجامعة على تنظيم هذا المؤتمر سنويا في نهاية العام، ويعتبر هو أحد النشاطات، لأن هناك نشاطات كثيرة تنظمها الجامعة وهذه اللقاءات سنويا. هذا المؤتمر طبعا مستمر إن شاء الله، وكل سنة في زيادة بعدد الفرق المشاركة لعرض البحوث والإنتاج الطلابي التطبيقي في نهاية كل عام، وفرصة للطلاب طبعا لتبادل الخبرات والتطبيقات اللي شوفوها، وفرصة للأساتذة والمشرفين والإداريين للتعرف على نتاج البحث العلمي التطبيقي. نعم. طيب دكتور، جئنا نتحدث عن الهدف المراد من تنظيم هذه الملتقيات حقيقة. نعم طبعا هناك أهداف كثيرة حقيقة لهذا التنظيم. يعني إحنا هدف الجامعة ليس فقط هو إلقاء العلم وإعطاء الطلاب المعرفة، وإنما إحنا الهدف أن يكون في عنا طالب يتخرج في النهاية بمحتوى أكاديمي علمي تطبيقي يؤهله أنه ينطلق إلى سوق العمل بخبراته التطبيقية. فمن هذا المنطلق وهذا الهدف الأساسي، هذا المؤتمر جاء لينظم سنويا حتى يكون فرصة حقيقية فعلا لكافة الطلبة أن يتبادلوا هذه الخبرات، وعندما ينطلق لسوق العمل يقول أنا قادر على أني أنا عملت بحيث، أنا عملت تطبيق، مشروعي تطبيقي وطبقته في كل المواد، لأنه هذه المشاريع هي مشاريع تخرج ومشاريع مساقات كذلك. نعم. وأفكار تأتي على الطلبة هيك فجأة ويقول أنا بدي أعمل فيها تقرير، بدي أعمل بحث، بدي أعمل أي شيء وأشارك فيه. إحنا منشجع على الشيء حتى ننمي القدرة عند الطالب في الأخير أنه يكون إنسان باحث مفكر ومبتكر وناجح في سوق العمل إن شاء الله. نعم. طيب
دكتور محمد، سنذهب معك إلى شعار هذا المؤتمر والذي يأتي تحت عنوان تحطيم الحواجز لاستكشاف البحث الابتكاري. نعم. ما سبب اختياركم لهذا؟ صحيح، زي ما بتعرف في دولة الإمارات حفظها الله إنه شهر فبراير دائما خصص كشهر الابتكار، ودابت الجامعة على حال الدوائر الأخرى في الدولة والمدارس والجامعات تنظيم مسابقات الابتكار الكثيرة من أسبوع الابتكار اللي نظم، وفي هناك مسابقة الهاكاثون على مستوى الإمارات. هاكاثون الإمارات مقرها جامعة الفجيرة ويعتبر من أكبر الهاكاثونات الموجودة في الدولة، ونظمنا كذلك اللي هي نشاطات أخرى بأسبوع الابتكار زي تمكين المرأة من البحوث وغيرها. فكثير من الطلاب بالجامعة والمدارس والآخرين شاركوا في هذه المسابقات، وكنوع من الاستمرارية وتشجيع الابتكار تمام تم اعتماد هذا الاسم على أن الطلاب اللي شاركوا بهذه المشاريع إلى آخره يا ريت نشوفهم عندنا هنا في مشاريع تطبيقية في نهاية العام، حلة نحافظ على هذا الزخم الابتكاري، لأنه هناك فرق بين البحث التقليدي والبحث الابتكاري. صحيح. كل واحد إنه ممكن يعمل أي بحث عادي، لكن إنه مبتكر يقدر يفكر ويعمل برين ستورمينج ويطلع لنا أفكار ابتكارية. طبعا هذه شفناها بالحكتهم بالمشاركة الفعالة اللي كانت موجودة هذا العام، فكان هذا السبب الرئيسي إنه نخلي الطلاب ينطلقوا ويستمروا في الابتكار لمستقبلهم ومستقبل الجامعة ومستقبل بلدهم إلى آخره، يكونوا منتجين ونافعين إن شاء الله. نعم. طيب دكتور، ماذا عن الآلية المتبعة لكم أو تتبعونها لاختيار الطلبة المشاركين في هذا المؤتمر؟ نعم، السنة هذه تم الاتفاق على أنه في ثلاث فئات حتكون مشاركة. أولا طلبة المشاريع التخرج، وعندنا أعداد ما شاء الله كانت موجودة، زائد المساقات التي تدرس. إحنا كل مساق يدرس يكون فيه هناك مشروع تطبيقي له، ليس فقط تدريس وامتحانات وشغلات، لا، لازم الطالب يعمل مشروع في نهاية كل المساق في كافة الكليات. فمشاريع المساقات، زائد هناك طلاب شاركوا بمسابقات الأخرى زي ما ذكرت بالهاكاثون وغيرها وحابين يقدموا مشاريع، فهي فئة ثالثة. فلذلك تم اختيار من هذه الثلاث فئات، مشاريع التخرج ومشاريع المساقات، زائد أي طالب عنده فكرة بيحب يقدمها كمشروع يشارك فيها، قلنا الأهل وسهلا تفضل قدم. نعم. طيب، تم توزيع المشاريع للطالبات يوم الأربعاء وعرض المشاريع. صحيح. للطلاب يوم الأثنين. نعم. أمام لجان التحكيم الخاصة بكل كلية، لو نتحدث عن العناصر دكتور والنقاط المهمة اللي ركزت عليها اللجنة في تقييمها لهذه المشاريع. صحيح. طبعا هذا المؤتمر زي ما بتعرف هو منظم تحت إدارة عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي، وبدعم من مدير الجامعة ونوابه المقرين إلى آخره. فتم الاتفاق من خلال اللجان المنظمة هذه بالإشراف الإداري هذا على اعتماد آلية للتحكيم، وكانت هذه الآلية إنه إحنا بدنا هذا الطالب اللي يعرض لنا هذا البوستر قدام لجنة التحكيم. لجان التحكيم اختيرت من الكليات كل حسب اختصاصه، مثلا من الهندسة، طب الأسنان، القانون، الإدارة، الإنسانيات وهكذا، لجان تحكيم، وأعطيوا كريتيريا معينة يمشوا عليها، اللي هي أولا إنه الطالب العرض البرزنتيشن اللي بيقدمه أمام لجنة التحكيم مدى قدرته على تقديم هذا العرض. احنا بدنا نفتحص انه هذا الطالب بده يتخرج يروح لسوق العمل يتفاعل مع الناس، فهل قادر انه على انه يتكلم ويعمل برزنتيشن جيد، وخصصت نسبه عاليه لهذا الشيء 30% تقريبا. بعدين بده يتجاوب على الاسئله اللي وارده من لجنه التحكيم خصصناها 20%. بعدين كيف عمل هذا البحث المنهجي تبعه، يعني 20% لازم عنده منهجيه، وفي نهايه العرض هل هو قادم يعمل كونكلوجن، شو أنا سويت، شو استفدت من البحث. نعم. والمراجع اللي اعتمدت عليها لازم يعرضها برضو. هذه كانت الخمس عناصر لبناء عليها، وكان هناك نموذج على الجوجل فورم للتقييم تعبى فيه النتائج مشان لجنة المؤتمر تستخرج النتائج. طيب
خلنا نتكلم أيضا عن الفائزين في هذا المؤتمر وعن أهم ما يميز هذه المشاريع عن غيرها. نعم، زي ما قلت إنه هذه المشاريع تتميز بأنها مشاريع تطبيقية، يعني ليس فقط مشاريع إنه أنا بدي أروح أجيب أفكار من النت والآخرة وأحط كمشروع أقول إنه هذا مشروع، لا، إنما مشاريع تطبيقية بحثية تطبيقية قادرة على تطبيق ما درسه الطالب نظريا في هذه المساقات وإخراجه على نمط تطبيقي يساعده في النهاية بعد التخرج لدخول سوق العمل بشكل جيد. نعم، طيب يا ريت لو تحدثنا أيضا عن مشاركة الطلاب بكلية أو جامعة العلوم والتقنية في الفجيرة وفوزهم أيضا بالعديد من المسابقات الأخرى على مستوى الدولة وعلى حتى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. صحيح، احنا سنويا نشارك في المؤتمرات اللي بتنظمها الجامعات المحلية، اخر مشاركة إن كانت في شهر ابريل هذا في جامعة زايد في دبي، والحمد لله هناك فريقين من كلية الهندسة والتكنولوجيا فازوا على مستوى انترناشنال، ما اقدر اقول على مستوى محلي وخليجي وانما على مستوى انترناشنال، المشاركين كانوا من اسيا ومن دول عربية الاخرى ومن الخليج، فرق كثيرة جدا شاركنا بأكثر من 10 مشاريع كانت، وشي كان حليفنا الحظ في مشروعين، وسنويا نشارك كثير، عندنا مشاركة قادمة في جامعة أبو ظبي وفي الكليات التقنية، والجامعة كذلك إن شاء الله هي حتنظم بالقريب العاجل بالسنوات القادمة وممكن العام القادم البعد والآخر مؤتمرات بهذا الشكل، تيجي الجامعات الأخرى عندنا وتشارك في جامعة العلوم والتقنية في الفجيرة بإذن الله. ذكرت قبل قليل دكتور بأن أهم ما يميز هذه المشاريع بأنها تطبيقية. نعم، طيب كيف يمكن الاستفادة من هذه المشاريع التطبيقية؟ نعم، الاستفادة أولا الطلاب عندما يعرضوا هذه المشاريع وتغطى إعلاميا بواسطة قناتكم المكرة والآخرين اللي زارونا والطلاب، يستفيد الطالب أولا كطالب عند تخرجه أنه هي تكون هذا المشروع هو السي في الصحيحة إله اللي يعرضها لجهات العمل حتى تقبله، لأنه جي خريجين كثيرين يعني صحيح. حاملين شهادات جامعية بلا محتوى، خلينا نقول، بس لكن إذا كان هناك محتوى تطبيقي يقول أنا درست هذا المساق، شو درست بهذا المساق؟ أنا درست هذا المساق، عملت فيه مشروعي كذا، بفهم فيه كذا كذا، جربوني شوفوا أنا مهارتي التطبيقية إلى آخره، مشروع تخرجي والله عملت في الذكاء الصناعي، عملت في الأمن السبراني، عملت في الأشياء هذه، أوكي جربوني، فأنا عندي خبرة صحيح. جاهز للعمل، هذه الاستفادة الحقيقية فعلا. يعطيك العافية دكتور، سعد جدا بتواجدك أكيد ما قصرت، وشكرا لتلبيتك الدعوة وتواجدك معي في استوديو الفجيرة. الدكتور محمد حسن صلاحات أستاذ مساعد في كلية الهندسة والتكنولوجيا تخصص تكنولوجيا المعلومات في جامعة العلوم والتقنية في الفجيرة، شكرا جزيلا لك دكتور. أنا سعيد أيضا بلقائكم وشكرا لاستوديو الفجيرة على هذا اللقاء والترحيب واهتمامها دائما بتغطية كافة النشاطات اللي تكون فيها جامعة العلوم والتقنية حقيقة في كافة المؤتمرات في كافة النشاطات اللي مننظمها، دائما تلفزيون الفجيرة متواجد يغطي هذه الأحداث، وإن شاء الله نتمنى لكم التوفيق والاستمرار على هذا النهج. شكرا على حسن الاستضافة. شكرا شكرا شكرا, شكرا, شكرا دكتور. نعم مشاهدينا الكرام، وصلنا معكم لنهاية هذه الحلقة، على أمل لقاء بكم إن شاء الله غدا، إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل وتصبحون على خير.